هايونداي 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 بلسد. يلا نشوفها مع بعض. السيارة يا شباب 3800 سي سي، السيارة 295 حصان، 2024 بنزين. حلوة السيارة ما شاء الله، سعر معروض 12750، هذا السعر المعروض. طبعا معروفة خدمة الهاينداي، تي عند البيت سيرفس عند البيت معروفة. طبعا السيارة تويل يا شباب، مصرف الوقود جيد 11.1، ممتاز. طبعا السيارة يا شباب بنزين، ان شاء الله منظرها حلو. شوف هني الجنب، حساسات خلفية، اربع حساسات خلفية، كاميرا خلفية 3.8، فتحتين بزوز سبير تحت، طبعا لنتات LED، عندك قرشية، وهذا حجم الرنجات 18/60x245، يعني شكلها مثل اليوكن صغير كذي أكاديا. والسيارة يا شباب كورية، إشارة على المرايات يمين ويسار، ليتات LED وكشافات LED. بسم الله نشوفها من داخل، ما شاء الله هذه من داخل ما شاء الله، ريحة الجديد فيها ما شاء الله. طبعا الجير دقم، 8 سرعات السيارة ما شاء الله، اوتوماتيك افتوماتيك كل شيء دقم ما شاء الله لا قوة الا بالله. تكييف سايد بريك اوتوماتيك، كونسول في الوسط، حاملة اكواب ما شاء الله قوة الله ما شاء الله. شاشة 12.8 يعني تقريبا 13، 8 وسائد هوائية فتحة في السقف. طبعا هي تي منها ديزل، وفي 6 4 سلندر وفي 6، هذه 6 سلندر تويل. طبعا يا شباب ميد ان كوريا، سيارة كورية 100%، سيارة كورية. طبعا عندك هذا المكان، ساعة تخزين هني، فتحات USB، فتحة عادية، ايه هذه 12 فولت ما شاء الله قوة الا بالله. طبعا تكييف دقم، عندك فتحة تكييف، ونشوفها بالخلف الحين نقول بسم الله ما شاء الله، كبيرة واسعة من داخل، يعني قريب شكلها قريب سوبر ما شاء الله. شوف الكشنات ما شاء الله، الكشنات حلوة ما شاء الله. عندك هني فتحة 12 فولت، هني التحكم التكييف الخلفي، عندك تكييف خلفي ما شاء الله، حتى التكييف الخلفي فوق ما شاء الله، يعني فوق السقف مو نازل، اي ما شاء الله. شوف حركات، طبعا تجيب 3 صفوف 3 صفوف ما شاء الله. حلوة السيارة ما شاء الله قوة الا بالله، حلوة حتى لونها مميز حلو. شوف اللون، لونها حلو، حجمها ترى نفس تقريبا نفس الأكادية تقريبا. شوف عندك نفس هذا اللي هو الشفر الترف، الشفر ترافكس، ايوه. شوفوا حجمها شكلها هم حلو، اتوقع حتى نفس الماكينة بعد اذا ماني غلطان، نفس حجم الماكينة 3.8 ما شاء الله. سمحت الباب الطويل عريض في الحركات هني، تقعد ما شاء الله. شوفها بالدبة ما شاء الله، واسعة سيارة واسعة ما شاء الله، حلوة. بالستيد اسمها، بالستيد اتوقع نوع هذا 2023 نزل، حلو شكلها حلو. طبعا هذه تي تو ويل يعني مو دفع رباعي، بصمة التشغيل فيها 8 سرعات من 0 إلى 100 8 ثواني، ممتاز. طبعا سرعتها القصوى 210،
اشوف الماكينة. الماكينة 6 سلندر بالعرض مو بالطول. سيارتي بالعرض ما شاء الله، طبعا بدون تيربو هذه السيارة ما شاء الله. طبعا تغنية الوقود GDI. تابعني بعد تشوف ازود وازود.